هناك أرقام تتراوح ما بين 8000 و10000 طفل مجند داخل مخيمات تندوف، وهنا المسؤولية الكاملة للنظام الحاكم في الجزائر الذي يعني ترك العنان لهذه الحركة الانفصالية كي تقوم بجرائم في حق هذه الطفولة، مما يهدد الاستقرار الإقليمي. ظاهرة تجنيد الأطفال في المخيمات ما هي هي هي, هي منذ أكثر من 40 سنة الأطفال يتم تجنيدهم ما بين 12-13 سنة، ويتم دفعهم إلى المنطقة العازلة التي هي منطقة خطرة. وبالتالي نسمع من الحين للآخر عن سقوط ضحايا من هذه الفئة التي سرقت منها البراءة. النظام الحاكم في الجزائر فوض ولايته القضائية لحركة انفصالية لا يعترف بها المنتظم الدولي، وبالتالي هو يتحمل المسؤولية عن تجنيد هذا العدد الهائل من الأطفال داخل المخيمات المحرومون من حقوقهم.